هل من الممكن أن نقول إن الفطرة في السفر أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ حيث هذا له سبب، قال الرسول ليس من البر الصيام في السفر، عرفتم سببه، وهو أن هذا الرجل ظلل عليه، تكلف ظلل عليه، فقال ليس عمله ذا ليس من البر، لأنه شق على نفسه. نعم.